السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ودرس جديد من سلسلة الدروس الإلكترونية لمجموعة العميد التعليمية للصف الرابع العلمي، المادة علم الكيمياء، المدرسة ثانوية العميد للبنات، الموضوع الهيدروكربونات، القسم الأول منها الألكانات. بعد الانتهاء من هذا الدرس يكون الطالب قادرا على أن أولا يعرف الهيدروكربونات، يصنف الهيدروكربونات حسب كونها مشبعة أم غير مشبعة، يقسم ذرات الكربون، يعلل سبب عدم وجود هيدروجين رابعي وذرة كربون خامسية، يذكر قواعد تسمية الألكانات، وآخرا يطبق قواعد التسمية. الهيدروكربونات، ما المقصود بالهيدروكربونات؟ الإجابة هي مركبات عضوية تتكون من الكربون والهيدروجين فقط من تسميتها هيدرو هيدروجين كربونات كربون. وتصنف الهيدروكربونات حسب كون السلسلة الكربونية مغلقة أم مفتوحة، وحسب كون المركب مشبع أم غير مشبع إلى ألكانات ألكينات ألكينات. نأخذ قسم قسم. القسم الأول، ما المقصود بالألكانات أو البارافينات الاسم الثاني لها؟ هي مركبات مشبعة ذات آصرة مفردة. بما أنها مشبعة إذن أواصرها كلها مفردة، كلها مشبعة. ذرة الكربون تمتلي بماذا؟ تمتلي بأربع أواصر. قانونها العام CnH2n زائد 2. الآن هي عدد ذرات الكربون، وأبسط مركباتها هو غاز الميثان صيغته الجزيئية CH4، أما صيغته التركيبية C وعلى الجوانب H. ما المقصود بالألكينات أو الأولفينات الاسم الثاني لها؟ هي مركبات غير مشبعة. بما أنها غير مشبعة إذن لازم تحتوي على آصرة إما مزدوجة أو ثلاثية. الألكينات مزدوجة. قانونها العام CnH2n. أبسط مركباتها هو الأثينين صيغته الجزيئية C2H4، أما صيغته التركيبية كالآتي. القسم الثالث، ما المقصود بالألكينات أو الأستينينات؟ هي مركبات غير مشبعة ذات آصرة ثلاثية. قانونها العام CnH2n ناقص 2. وأبسط مركباتها الأستيلين أو الاسم الثاني له الإيثاين على وزن الكاين، صيغته الجزيئية C2H2، أما صيغته التركيبية كالآتي. هاي كملنا من المركبات حسب كون المركب مشبع أم غير مشبع صنفناها. هسه حسب كون السلسلة الكربونية مغلقة أم مفتوحة، منها المشبعة تسمى بالألكان الحلقي مثل الهكسان الحلقي، أو الغير مشبعة ألكين حلقي يعني نفس ذولاك. هناك قلنا ألكان ألكين ألكاين، هنا حلقي ألكان حلقي لأن سلسلة كربونية حلقية، هكسان حلقي. أما الألكين الحلقي أو وكذلك المركبات الأروماتية أو العطرية مثل البنزين اللي هو هاي صيغته. إن شاء الله تأخذوه بالمراحل المتقدمة هاي المركبات. وضح بمخطط تصنيف الهيدروكربونات. نسوي فد فيدباك للي أخذناه بمخطط. الهيدروكربونات تقسم إلى مركبات ذات سلسلة كربونية مفتوحة ومركبات ذات سلسلة كربونية مغلقة. قلنا هاي المغلقة اللي هي السلسلة مالتها تكون مغلقة وأكو مفتوحة. المفتوحة يسموها أليفاتية، أما المغلقة يسموها حلقية، تكون حلقة لأن مغلقة تكون حلقة. الأليفاتية مشبعة أم غير مشبعة، وكذلك الحلقية بيها مشبعة وغير مشبعة. الأليفاتية المشبعة فقط هي الألكانات اللي هو المثال عليها، أبسط مركباتها الميثان CH4. أما الغير مشبعة بها ألكينات وألكينات. الألكينات آصرة مزدوجة مثل الأثينين،
والألكاينات عاصرة ثلاثية مثل الأستينين. أما المركبات الحلقية المشبعة ألكانات حلقية مثل الهكسان الحلقي قبل شوية أخذناه. أما الغير مشبعة هماتين عندنا ألكينات والكائنات يسموها المركبات الأروماتية تكون حلقية. هسه عندنا ورقة عمل. سؤال: صنف المركبات الآتية أي نوع من أنواع الهيدروكربونات اللي أخذناها قبل شوية. مطيتكم مركبات أمامكم، أريد تصنفوا لي هذا شنو هذا شنو هذا شنو، كل واحد إلى أي نوع ينتمي، شلون تعتمدون، ترجعون كل واحد عندكم قانونه تطبقون القانون عليهم، وراح تشوفون كل واحد على اي قانون اللي يرهم عليه اذا يعود الى النوع اللي قانونه طبقته. عندنا تصنيف ذرات الكربون، لازم نعرف بانه ذرات الكربون تصنيفها هل هي اوليه ثانويه ثالثيه رابعيه، لان هذا الشيء يفيدنا بالتسميه مع المركبات العضويه. أولاً تصنف ذرات الكربون حسب ارتباطها مع بعضها البعض. أولاً ذرة الكربون الأولية، خلي نعرف شو وقت نعطي تسمية لذرة الكربون أولية. هي الذرة التي ترتبط بها ذرة كربون واحدة ارتباط مباشر. أريد تركزوا لي على هاي الكلمة ارتباط مباشر، معناتها لزق وياها، يعني ذرة الكربون لازم يعني ترتبط بها ذرة كربون لزق وياها بس وحدة. إذا ارتبطت بس وحدة من اتجاه واحد بس ذرة كربون وحدة أطلق عليها تسمية ذرة الكربون الأولية. خلي نشوف شنو معناتها بالرسم الآتي. ذرة الكربون هنا مرتبطة بها ارتباط مباشر ذرة كربون واحدة، إذا هذه أسميها ذرة كربون أولية، وأقدر هاي هم أسميها ذرة كربون أولية لأن متصلة منها بها ذرة كربون واحدة. هسه تقولوا لي ست لعذني الشخوط شنو؟ هذني إحنا دائما هذني الشخوط معناته نمليهن أتشات، إذا ما عندي تفرعات نمليهن أتشات. لأن إحنا تكافؤ الكربون رباعي، إذا اتصلت منا به ذرة كربون فلازم يحتاج بعد ثلاث أواصر يلا يشبع، لأن تكافؤ رباعي فهذني يمتلن أتشات، فدائما بالرسم بالعضوية يسوون هالشكل يعني معناته إثنان أكو أتشات. ذرة الكربون الثانوية، خلينا نشوف شو وقت نطلق عليها ذرة كربون ثانوية. هي الذرة التي ترتبط بها ذرتا كربون فقط. ايضا تركزوا لي على هاي الكلمة ارتباط مباشر. مثل خلينا نشوف هنا ذرة الكربون مأشرنا على ذرة الكربون هاي اللي بالوسط، مرتبطة ارتباط مباشر منا بها ذرة كربون، ومرتبطة منا ارتباط مباشر بها ذرة كربون، اذا هاي اللي بالوسط اقدر اسميها ذرة كربون ثانوية. لكن هل يا ترى هاي اقدر اطلق عليها تسمية ذرة كربون او ثانوية؟ لا ما اقدر. هنا شنو تسمى هذه؟ تسمى ذرة كربون أولية لأن متصلة بها اتصال مباشر فقط ذرة كربون واحدة، وكذلك هذه هم ذرة كربون أولية لكن اللي بالوسط راح تأخذ لقب ذرة الكربون الثانوية. النوع الثالث ذرة الكربون الثالثية، هي الذرة التي ترتبط بها ثلاث ذرات كربون هما تركزوا لي على ارتباط مباشر. مثل تكون بالوسط بيها منا ذرة كربون ومنا ذرة كربون ومنا ذرة كربون، إذا هاي اللي بالوسط أسميها ذرة كربون ثالثية، لكن هذني اللي على أطراف شو نسميهن؟ ذرة كربون أولية، هاي أولية وهاي أولية وهاي أولية. هسه تقولوا لي ليش؟ لأن هاي مرتبطة بيها بس وحدة إذا لقب الأولي، وهاي مرتبطة بها بس واحدة إذا لقب الأولي تأخذ، وهاي مرتبطة بها أيضا بس واحدة إذا تأخذ لقب الأولي، وكل شيء أي سي قاعدة تفرع هي تأخذ لقب الأولي. أما النوع الأخير ذرة الكربون الرابعية، هي الذرة التي ترتبط بها أربع ذرات كربون ارتباط مباشر، يعني تكون بالوسط وتحيطها من جميع الجوانب لأن تكافؤ الكربون رباعي لازم تحيط به أربع ذرات كربون، لذلك تأخذ لقب ذرة الكربون الرابعية، لكن ذني اللي على الأطراف كليتهن أوليات. ليش؟ لأن مرتبطة بيهن كل وحدة
ذرة كربون واحدة. فإذا ما طول قاعدات تفرعات قلت لكم على الأطراف تأخذ لقب الأولي. إلى هنا أتممنا أصناف ذرات الكربون. عندنا تعليل يقول لا يوجد هيدروجين رابعي ولا توجد ذرة كربون خامسية. ليش ما عندي هيدروجين رابعي؟ زين يعني شنو معناته هيدروجين رابعي؟ احنا ذرة الكربون الأولية المتصل بها الهيدروجين يسمى بالهيدروجين الأولي، ذرة الكربون الثانوية المتصل بها الهيدروجين يسمى بالهيدروجين الثانوي. يعني كل ذرة كربون حسب ذني التفرعات اللي أخذناهن الهيدروجين المتصل بهن يأخذ اللقب مالتهن. زين يقول لا يوجد هيدروجين رابعي، خلينا نشوف هاي ذرة الكربون الرابعية بيها هيدروجين من ناسي ومن ناسي ومن ناسي ومن ناسي، بعد الهيدروجين ما راح يقعد، تكافؤ الكربون رباعي. ويقول لا توجد ذرة كربون خامسية، زين إذا هو تكافؤ الكربون رباعي، خامسية خمسة من يرتبطن بيهن خمس ذرات كربون؟ إذن الإجابة وذلك لأن ذرة الكربون ترتبط بها أربع أواصر تساهمية تكافؤها رباعي، ذكرناه بالمحاضرة السابقة. تكافؤ الكربون رباعي عند أربع أواصر، فلا يمكن لذرة الكربون الرابعية أن ترتبط بها هيدروجين اللي هي هاي أمامنا، ما يصير يرتبط بها هيدروجين، ولا توجد ذرة كربون ترتبط بها خمس ذرات كربون أخرى، إذا ما عندي ذرة كربون خامسية. وصلنا إلى تسمية الألكانات. الألكان الذي سلسلة الكربون فيه مستمرة، طبعا احنا راح ناخذ التسمية القديمة أو الشائعة. إذا سلسلة الكربون فيه مستمرة راح نذكر حرف الألكان زائد اسم الألكان. زين عدش اسم الألكان يذكر ثم يعني حرف الأن ثم اسم الألكان. مثال عندنا هنا CH3CH2CH3، عندي هنا N بروبان. مين عرفت بروبان؟ طبعا هذا عندنا جدول بالكتاب لازم نحفظه. كل ذرة كربون، إذا ذرة كربون واحدة شنو يسمى؟ إذا ذرتين كربون شنو نسميه؟ إذا ثلاث ذرات شنو نسميه؟ طبعا هذا الجدول يحفظ بالكتاب. إذا نون بروبان إما بالإنجليزي أو بالعربي، اثنينهن صحيح. ليش؟ لأن ثلاث ذرات كربون يعني اسمه بروبان، فالتسمية مالته نون شارحة بروبان زائد اسم الألكان. هذا إذا كان على استقامة واحدة ما بيتفرع. أما الألكان الذي يحتوي على المجموعة المتفرعة بمجموعة متفرعة، شوفوا هذا اللي أمامنا الألكان C بمجموعة متفرعة، وهاي عندي C. إذا بمجموعة متفرعة أني أشوف هاي المجموعة السلسلة يعني اللي على استقامة واحدة كم ذرة كربون؟ له تسمية شائعة وقديمة تبدأ بكلمة آيزو زائد اسم الألكان. فش راح نسميه؟ راح نسميه آيزو بيوتان. ليش سميناه آيزو بيوتان؟ لأن البيوتان أربع ذرات كربون، وما طول واحدة من عدهن قاعدة تفرع، إذا تطلق عليها كلمة آيزو فيصير آيزو بيوتان. أما النوع الأخير، أما الألكان الذي يحتوي على ذرة كربون رابعية. هسه هناك ذرة كربون ماذا كانت؟ أو على استقامة واحدة سلسلة، أو ذرة كربون كانت عندي شنو؟ ثالثية بها ثلاث ذرات كربون على كلمة آيزو. هسه إذا ذرة كربون رابعية هم له تسمية شائعة لكن تبدأ بكلمة نيو مثل الألكان اللي أمامنا، هاي ذرة الكربون الرابعية بها أربع تفرعات، أربع ذرات كربون محاطة بيها، أجي أحسبهن واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما طول عندي خمسة، إذا خمس ذرات كربون شنو اسم الألكان؟ بنتان، نيو زائد اسم الألكان نيو بنتان. وإذا كان عندي تفرع واحد آيزو زائد اسم الألكان، وإذا ما عندي تفرع أن زائد اسم الألكان. وصلنا إلى التقويم. السؤال الأول اذكر أصناف ذرات الكربون، كل صنف وريد وياه مثال. ثانيا ما هو القانون العام للألكينات الأولوفينات؟ القانون العام. السؤال الثالث
حدد أصناف ذرات الكربون والهيدروجين في المركب الآتي: شكو ذرة كربون، شكو ذرة هيدروجين، أريد تسمو لي إياها، هل هي أولية أم ثانوية أم ثالثية أم رابعية؟ تأشرون عليهم. تحضير درسنا القادم من مجاميع الألكيل إلى الخواص الكيميائية للألكانات مع حل تمرين 2-4. شكرا لحسن استماعكم.